ففي خطوة جديدة تضاف إلى رصيد انتهاكات ميليشيا حزب الله اللبناني وتحكمها في مرافق الدولة ضاربة بذلك للوائح التنظيمية والأعراف والقوانين المعمول بها دوليا تتجه الميليشيا نحو تعقيد الوضع المتأزم للشعب اللبناني عبر استغلالها مطار رفيق الحرير الدولي واتخاذه قاعدة خلفية لتهريب الأسلحة مصادر استخباراتيه لموقع صوت بيروت انترناشونال اكدت ان الميليشيا تواجه عقبات في عمليات نقل وتهريب الاسلحه من الخارج الى لبنان. المصادر ذاتها قالت ان تحركات الميليشيا بمطار رفيق الحريري الدولي هدفها استغلال الثغرات لصالح تدعيم ترسانتها التسليحيه. الموقع اللبناني اكد امتلاكه ادله موثقه تثبت استيلاء ميليشيا حزب الله على اجزاء من المطار الدولي وذلك في محاوله لحل ازمته. صوت بيروت انترناشونال كشف عن وقوع ذراع حسن نصر الله اليمنى سيد هاشم ومستشاره الخاص وليد رضا وراء المخطط، اضافه الى ورود اسم الحاج فادي الذي يراس الوحده 4400 المسؤوله عن تعزيز قوه ميليشيا حزب الله، خاصه في مشاريع وعمليات من مختلف الاصعده مثل التهريب البري الى جانب عائله صفي الدين. الموقع كشف عن اقدام وزير الاشغال والنقل العام الموالي للميليشيا علي حميه على بناء منطقه جديده في المطار دون الاعلان عن مناقصه عامه. مصادر صوت بيروت انترناشونال اوضحت ان الوزير حميه لم يراعي قانون الحق في الوصول الى المعلومات، زاعما ان الامر ياتي ضمن جهوده لتطوير المطار. لكن الوزير المحسوب على ميليشيا حزب الله وفقا للموقع وضع نفسه امام انتقادات حاده من الشارع بعد وضوح حقيقه ما يقوم به ليتراجع في وقت لاحق لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات